وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف المحلل السياسي سيد محمد فؤاد. سيد محمد، أرحب بك في هذه النشرة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. سيد محمد، بداية، يعني رغم حظر أو خرق حظر السلاح إلى ليبيا منذ 5 سنوات، كيف ترى تقرير لجنة العقوبات وكيف تقرأ تقرير لجنة العقوبات الأخيرة المعني بليبيا؟ بسم الله. لا جديد في الأمر بالطبع. المعلومات اللي ذكرها تقرير لجنة العقوبات كل شخص في ليبيا يعلمها، يعرفها جيدا. الكل يعلم أن هناك مرتزق، الكل يعلم أن الإمارات تساعد التمرد بالسلاح، الكل يعلم دور المرتزقة الجنجويد في ليبيا. يعني بالنسبة لنا احنا كليبيين يعني ما فيش أي شيء جديد فيما أعلن، وهذا كلها معلومات يعني كل شخص كما قلت في ليبيا يعرفها. نعم. دكتور محمد، يعني صدور مثل هذا التقرير في هذا الوقت، برأيك هل تعتقد أنه له علاقة بمؤتمر برلين القادم؟ أنا أعتقد المعلومات اللي عندنا مع أن مؤتمر برلين أو عملية برلين هو هذا الاسم الرسمي لها قد فشلت، وأنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن الدول الداعمة للتمرد لن تتزحزح عن مواقفها، ولذلك فعملية برلين للسلام شبه انتهت يعني ولا أمل فيها. للأسف الشديد الحل الوحيد في ليبيا الممكن هو حل عسكري، هو أن ينتصر أحد الطرفين. هذه المعلومة يعرفها جيدا الطرف المتمرد، بقى على الطرف المدافع عن طرابلس أن يفهم هذه المعلومة جيدا ويتصرف حسب هذه المعلومة. نعم دكتور محمد، يعني ما مدى تأثير مثل هذا التقرير في توحيد الرؤى الدولية في الملف الليبي؟ لن تتوحد الرؤى الدولية حول الملف الليبي. الدول الداعمة لحفتر كما قلت لي قبل قليل، وهذا ما حدث حتى في مفاوضاتهم مع الألمان، موقفهم واضح، هو دعم غير محدود لحفتر. للأسف الشديد الدول الداعمة للحكومة في طرابلس هي دول محدودة جدا، أو على الأقل الدول اللي هي مستعدة لتقديم دعم لحكومة طرابلس هي دولة واحدة تقريبا فقط، الباقي هي دول متفرجة ربما يعطوننا تصريحات وكلمات حول شرعية الحكومة وأنهم ملتزمون باتفاق الصخيرات وغيرها من هذا الكلام، ولكن لا يوجد أي دعم حقيقي لهذه الحكومة. الآن الحكومة الموجودة في طرابلس تستمد الآن شرعيتها من بنادق المدافعين عن طرابلس ومن الأسلحة التي تصلها من الدولة أو الدولتين اللي تدعم اللي ما زالتا على دعمهم لحكومة الوفاق. نعم دكتور محمد، برأيك هل يمكن أن نرى قرارات من مجلس الأمن الدولي بخصوص حظر توريد السلاح إلى ليبيا خصوصا الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر؟ لا في القريب في المدى المنظور لن نرى مثل هذه القرارات. لن أعيد وأكرر، الحل في ليبيا هو حل عسكري. كل الكلام عن الحلول السلمية هو فقط للتخدير، لا يوجد إلا حل عسكري. لن نشاهد أي عملية سلمية حقيقية ولن نشاهد أي قرارات فعلية حول ليبيا طيلة على الأقل لمدة 3 أو 4 أشهر وربما حتى 6 أشهر القادمة. دكتور محمد، يعني ماذا لو يعني مثلا استعانت حكومة الوفاق بربما دول يعني لتسليحها وتسليح المقاتلين، هل من الممكن أن نرى فرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا؟ كما قلت لك احتمال أن نشاهد حظر سلاح على ليبيا احتمال ضعيف جدا. لا، ما فيش أي رغبة دولية أنها تحضر السلاح على ليبيا، على الأقل كما قلت في المدى المنظور. حظر السلاح على قوات حفتر شبه مستحيل بسبب سيطرتهم على الحدود واسعة وبسبب أنهم موجودين جنب مصر، فلذلك على الأقل المدة القادمة لن نرى مثل هذا القرار. على الحكومة وعلى اللي هم متولين موضوع الدعم العسكري العمل بسرعة حتى لا يغلق عليهم اليوم يجدوا أنفسهم في حظر جوي أو في حظر للسلاح ونجد نفسنا في أزمة حقيقية، لأن كما قلت القوات التمرد لديها خطوط مفتوحة مع دول الجوار. كنا نتكلم عن مصر، الآن نتكلم عن مصر والسودان، وكل الليبيين يعلمون جيدا أن حتى تشاد داعما للمتمرد. نعم
نعم، شكرا لك دكتور محمد فؤاد المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.